الكلاب ما عندهم اي موضوع. فانا بقول يا شباب اخواننا هنا دارين عندنا موسيقى اعلاميين اخواننا المفروض النازل يساعدوا الناس في توصيل الرساله. المفروض الناس اخواننا تنفي الكلام ده. الليله يوم اخواننا السيد القائد والله وهيده بس وهيده ما في زول كده الليله من الناس السياسيين الناس اللي قاعدين في الحكومه دي زول كده الليله طلع ونفى وقال وقف معايا ما في. اخواننا على الاقل الناس المفروض على الاقل تطلع بصوره كده يعني ضد الخطابات الممنحجه ضدنا دي. على الاقل الناس المفروض كان يطلعوا ناس سياسيين اخواننا يطلعوا الكلام ده يقولوا اخواننا قال احنا مستعدفين. يعني احنا اي حاجه بس علينا وناس يعتدوا علينا واذا مشينا ردينا الفعل يطلعونا يعني احنا كده. يا اخواننا انا داير الناس تعملوا لي في راي الجمال قاعد. طيب كده كم مكالمه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه 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 صح؟ قاعد دي خلوها بس اربعه باقي سته باقي ستة. انت عارف شفتها قال لك السياسيين يجي ينفوا الكلام ده ده فيديو فيديو يا صاحبي تنفيه كيف يا صاحبي؟ حس الفيديو حق ده انا اقدر انفيه اقول دي ما انا اقول لا اقول في الفيديو ده ما انا ده شيطان رجيم اكلوه الفرد. يا مرحبا يا اخ مستر. تمام والله الحمد لله. انت عارف كلامك هو ده والله انا بشوفه جميل اذا كلنا استفقنا عليه والله ولا نقطة دم في الأرض ما بتنزل. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أن إحنا بيننا ما في ما بنقبل بعض. أنت ده عربي أنت نوباوي أنت صيفتك يلا دي التناحر اللي بيننا ده هو ده اللي بيجيب المشاكل. اثنين أن إحنا أخواننا زي ما أنا قبل قلت أخواننا هل في الدعم السريع ما ملتزمين. يعني هم بشو أنا بعمل مشكلة وبتصور ده بالتفاخر أو التلفون جديد علي أو يعني مش التصوير ده ما بصل لأماكن زي ده أنا بعرفها. الناس الأمس فاتوا ورطوا نفسهم بنفسهم دي. طيب ماذا رأيك فيهم؟ برام صوروا وجابوا الفيديو ووسقوه حتى بقايتهم الناس شالوهم ودوهم رفضوهم ودوهم يحاكموهم. يلا دي مشكلة انت برأيك بنفسك تجيب لنفسك عقاب؟ يلا هذه دي مشكلة إنه مخك ما مفهم ولا بجمع يا خلق الله من المشاكل دي بدت. اللي قلت الفيديو بتاع عسكري جيش عسكري جيش فيديو عامل مشكله هو بس والله كذب ما في. لكن انا الناس دي انا ما بعرفها الناس نحن نشوف خاصه الناس اللي في الخلط دي الناس المفترض واحد يفهم الشغله دي بتورطني او ما بتورطني. نحن مستهدفين مستهدفين بكل النواحي. يعني انت الليله لو لابس كاكي بتاع دعم سريع انت مجرم انت قاتل انت ما بعرف سباح دماء انت و كله فيك. لكن الانسان شد حيلك وانسان توصل رساله للمجتمع انت جابوك امني مش تخرب. وهم هنا انا بشوف الناس الامس الصوراني هنا والله يهاجمونا ويقول اي شيء ونحن نقبل غصب عننا لانه نحن برانا اثبتنا الموضوع في نفسنا. لكن خلاص الناس المنهن وصادقا يا اخي انت دار تتصور ذلك البس ملك مالك ما تلبس رسمي البس ملكي امش سوي اي حاجه قصدي لا لو انت دار تتصور البس ملكي هم لكن لما ندريهم شيء يغطوا ما الا يغطوا ب بالدعم السريع. وهم لو ما صوروا عندنا ناس برضه بيصوروا امبارح الولد اللي في زالنجي ده برضه ما صور ما في طريقه. لو جيتوا مدنيين ان احنا عندنا البنادق الصغيره دي صغيره صغيره بناكلكم. لو جيتوا بعربات بتاع الدعم السريع بنصوركم احنا ده بنصوركم انتوا بتصوروا نفسكم لانه بيناتهم مختلفين. بيناتهم كده والدعم السريع زي ما قال لك امك ذاك مخترق مخترق كويس. نخش في المكالمه الصوتيه الثانيه. اولا اخي العزيز رقمك 462 انا والله بايدك في هذا كلامك وهنا كلامك جميل والله لان احنا حاليا العالم اللي هي هسه حاليا بتسبب لنا المشاكل بعيده عن كل شيء بعيده عن السياسه بعيده عن الضوابط الحكوميه بعيده عن مواقع التواصل الاجتماعي. واحد بمسك لي تلفون اسبوع او اسبوعين وروح يزور لي الصور ودي نفسه للتهلكه ولا حاله اسي دول ما ودي نفسه للتهلكه ولا حاله. هم بعيدين وبريين من كل شيء فلكن الدليل هو التصوير. اليوم انتشر كل القنوات الفضائية بتلقاها الفيديو هذا عندها وكل مواقع التواصل الاجتماعي هذا إثبات وهذا دليل. وحميدتي والله زي ما قلت نشف ريقة مش يبو صراحة بس نشف ريقة والله لأن قال لك حميدتي نشف ريقة يعني احنا جينا انت قال لك هنا دايرين قروش دايرين ننشف ريك هم ابتدوا نقتل بعد ذاك نوريكم كتاب في الدنيا دي.
هسي ده قال جروب خاص، قال اتسرب خلاص طوالي ترى. هسي ده جروب قال لك خاص الخواص، يعني ده عبارة عن فريلة داخلية، انت قادر تفهم الكلام ده؟ وفي النهاية طلع برا شمينا ريحته. أكلوها الفاران. طيب نكرر النقطة دي مهمة جدا، بتلقاها الفيديو هذا عندها وكل مواقع التواصل الاجتماعي، هذا إثبات وهذا دليل. وحميدتي والله زي ما قلت، نشفوا ريقة، مش يبوا صراحة بس نشفوا ريقة والله، لأن بينفخ ليه في قربه القربة مقدودة، لأن الناس قدرت ما بحولهم، قدرت ما دا يطورهم ما راح يتطور هذول، لأنها عالم سبحان الله، عالم همجية لدرجة والله ما تتوقعها. أنا بكون حتى الآن في ناس همجية للدرجة دي والله ما متوقع يا أخي العزيز، لكن نسأل الله السلامة، وهذه تكون عبرة لأي واحد في الدعم السريع ولا تراود نفسه أن يخش الدعم السريع، سواء كان كبير أو صغير. الله يعطيك العافية، لكن والله يعني شيء مؤسف جدا جدا. انت براك تروح تشيل الحبل حق المشنقه تدرع في رقبتك، والله هذه يعني والله صعبه جدا يا انهزموا هزيمه نكراء، انكسروا كسره زي الكسره، السلسله الفقريه حقه انكسر ما زي. وصاحبك ده انا بعدين بجيبه لك كويس بقى، اكمل المكالمات الصوتيه دي كلها. زي صاحبك ده قال له انت براك قواتك دي مخترقه، قال له مخترقه باي حاجه. انت قالك السياسيين اللي قاعدين في الخرطوم ده ما بنتعرف ممكن يدوك انت كده الدعم السريع ده ما تقدر تتحكم فيه. عموما نمشي قدام يا شباب. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تمامين، صحتكم واخباركم؟ والله يا شباب اول حاجه المفروض تعمل لها برنامج، اول حاجه الوضع الماشي ده، والله الوضع ده ماشي خطير. واليوم خلاص الناس كلها الكيزان، شوف حتى الشماليين واهل معانا الارزقيه دي، الحرك بحركاتهم دي كلهم شغالين اعلام ضدنا. يعني والله الوضع ده نحن ذات اخواننا ما نسكتوا، لان الفنزاني قال السكات رضا. مفروض اخواننا ان احنا الناس دي بيعملوا مبادره، شباب دول كلهم يجتمعوا ويطلعوا ثوره عديد يقفلوا الدنيا دي فوق وتحت. خيل وجمال، شفت يخشوا المدن دي ما يخلوا شارع. ايوه على حسب الكلام ما منحج يا اخواننا، ما نخلوا يا اخواننا الا قال لك دار يطلعوا سلميه. قال لك حتى الحركات وحتى الشماليين شغالين ضدهم، وما في طريقه الا يطلعوا مليونيه. سلميه سلميه ضد الشماليه، سلميه سلميه ضد الدارفوريه، سلمية سلمية ضد جبال النوبة، سلمية سلمية ضد التركاوية، ضد ترك ترك ترك. إلا ده شعارات كده ياخدوها مني بعدين عشان لما تطلع. نقطة مهمة جدا، لسه المكالمات الصوتية كثيرة ما انتهت. طيب نكرر لكم النقطة دي بس مهمة جدا، قال لك اطلع سلمية دي جنجبيل دي رقة سلمية. ده ماشي خطير. واليوم خلاص الناس كلها الكيزان، شوف حتى الشماليين واهل معانا الارزقيه دي حركات الحرك بحركاتهم دي كلهم شغالين اعلام ضدنا. يعني والله الوضع ده نحن ذات اخواننا ما نسكتوا، لان الفنزاني قال السكات رضا. مفروض اخواننا ان احنا الناس دي بيعملوا مبادره، شباب دي كلهم يجتمعوا ويطلعوا ثوره عديل يقفلوا الدنيا دي فوق وتحت. خيل وجمال، شفت يخشوا المدن دي ما يخلوا شارع. ايوه على حسب الكلام ما منحج يا اخواننا، ما نخلوا يا اخواننا الا القائد ده براي بس اللي بصارع في الناس زيت وهيدا بس. دول كان ليله من السياسيين اللي طلع ونفى وقال يا اخواننا الكلام اللي بيقولوه فوقنا ده ما صحيح ما فيه. وعندنا ناس ترى متعلمين، عندنا ناس اليوم متعلمين قاعدين ساكتين ليه؟ المفروض يقوموا يا اخواننا، هم ذات الشغله دي ما بيتعمهم كلهم، المفروض قال لك قال يطلعوا يتكلموا. من كون زول انت تسمع في زولك بيتكلم فيه وتسكت، ونحن الشباب ذات دور ما عندنا. والله انا بقول لكم الواضح هسه اليوم، انتم ما تقولوا ناس لسه، يا انتم رجال المفروض تكون عندكم دور، تعملوا روابط، عندكم ناس اللي طلبه من الجامعات المفروض يعملوا
مظاهرات يطلعوا يقتلوا يدعوا احدهم دل من الخارج يركوا بيجوا معهم في خيلهم وفي عربات بيجوا يقتلوا المدن دي كلها عشان يعرفونا ان احنا صح عندنا قوه ولا ما عندنا قوه، همتنا عندنا ناس ولا ما عندنا ناس. انا داير الكلام لاخواننا تطلعوا، والرساله دي يا ريت توزعوها في اي مكان. انا داير الرساله دي توصل لاخواننا السياسيين او النشطاء اللي قاعدين في الجامعات. يا اخواننا المفروض